مشاهدي هذا البرنامج، تحية لكم مني أنا العكيد فيليب أغوير. في هذا البرنامج أجيج شعبي في ولاية جنغولة تحاول عمل المستحيل، وخاصة التحرك في أيام الخريف لتوفير الأمن والطمأنينة في جزء من أجزاء هذا البلد. ولاية جنغولة يعتبر من المناطق المتخلفة جدا في جنوب السودان، وأجيج شعبي في هذه العمليات تحاول الربط بين كل المقاطعات أو توفير الأمن لكي تعود المواطنين إلى قرائهم، خاصة بعد أن تم زعزعة الأمن بواسطة تمرد ريك مشار في خلال سنة وأكثر. أجيج شعبي في هذه العمليات
تحاول فتح طرق غير موجودة أساسا. وبهذا نحاول أن ننور الجمهور أن هنالك علاقة بين التخلف وعدم الاستقرار. قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان تحاول فتح طريق بين مناطق معينة خاصة بين دوك وورور. وفي هذه العملية الهدف أساسا ليس شن هجمات ضد التمرد، بل توفير الأمن وإعادة العمل لكل المواطنين أن يعودوا إلى مناطقهم لمواصلة أعمالهم التقليدية خاصة الزراعة وراية الأبقار. قادة الجيش الشعبي في هذا البرنامج يحاولون تنوير القادة المدنيين وخاصة الجيش الشعبي تحت السلطة المدنية. وعلى هذا الأساس نقدم في هذا البرنامج الفريق من ولا يوم في تنوير لسلطات ولاية جونغولة، السلطات التنفيذية والتشريعية، لكي يكونوا في علم تام أن ما تقوم به قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان، لأن هذا عمل مشترك بين السلطات المدنية والسلطات العسكرية. السلطات العسكرية تحاول فتح مجال لكي تعود الإدارات لمقاطعات، وخاصة المقاطعات التي ظلت لمدة عام بدون استقرار. الجيش الشعبي في هذا البرنامج سترون يفتحون الطريق التي تربط بين فجود ودوك. فنقدم لكم الفريق من ولا يوم ومحاولات فتح الطريق في ولاية جونغولة. Worrying the condition, maybe we can just give you a few excerpts with a video clips or kind of enough so that you can see. So, not with a video, you can put later with a break, good questions. So it was only the excavator you have to do now, which I suppose that was you. Is that the excavator? You know, I'm never going to say. Thank you.
شكرا جمهورنا الكريم بمشاركتنا في هذا البرنامج. حتى اللقاء في فقرات أخرى مع أنشطة جيش الشعب لتحرير السودان في مختلف الولايات. شكرا جزيلا.